مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في خلاصه جديده على شاشه المحور، خلاصه موضوعات اليوم، خلاصه متابعات اليوم واهم الملفات اللي مطروحه وبتحصل في مصر. اول موضوع عايز ابدا بيه الحقيقه هو التفقد او زياره قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. جوله مهمه زار فيها عدد من المصانع في منطقه بياض العرب الصناعيه في بني سويف. هنا بقى كان في تصريحات كتير مهمة جدا النهاردة. قبل ما اتكلم في التصريحات دي، ليه اخترنا الموضوع دوت وليه الموضوع ده جدير بان احنا نبدأ بيه، وايه أهمية الجولات اللي بيقوم بيها الدكتور مصطفى مدبولي واللي بتعبر عن توجه الحكومة المصرية الأيام دي تحديدا؟ شيء مهم جدا، مفيش يوم يعني يوم ورا التاني كده غير وبنسمع عن أو بنشوف تصريحات وبنشوف تغطية وبنشوف متابعة لجولات وزيارات ويعني تحركات كده بيقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي للمناطق الصناعية تحديدا. ده نستشف منه ايه او نستدل منه على ايه أهمية ملف الصناعة والإنتاج بالنسبة للدولة الأيام دي تحديدا؟ وأنا كنت لسه من كام يوم بتكلم مع حضراتكم إن احنا لو ربطنا كده الأحداث ببعض وشفنا هو الزيارات الحكومية رايحة فين ولأنهي أماكن، هنلاقي إن احنا عندنا وتحديدا بقى يعني جزء منها بيقوم بافتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسي والجزء الآخر دولة رئيس الوزراء مركز عليه. فالتكامل ده بيقول لنا إيه؟ أولا الرئيس افتتح مصنع هاير من أيام ده لتصنيع الأدوات بقى الأجهزة الكهربائية، الثلاجات والغسالات والتلفزيونات والديب فريزر وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها في البيت واللي أسعارها زادت جدا مؤخرا. بعدها ما فيش بيوم ونص شفنا دولة رئيس الوزراء برضو بيتفقد معدي كده على المنطقة الصناعية اللي في العاشر من رمضان، برضو بيشوف المصانع اللي هناك بتعمل ايه والاستثمارات اللي فيها قد ايه والتصنيع والانتاج شكله ايه والمراحل المختلفة بتتم ازاي. مفيش برضو يوم ولقينا الرئيس عبد الفتاح السيسي وتابعنا افتتاحه لموسم او يعني متابعته لموسم حصاد القمح من تحديدا بقى الاراضي اللي احنا تم افتتاحها او تم اضافتها للرقعة الزراعية ضمن مشروع مستقبل مصر. الحاجات دي كلها جنب بعض تقول لنا ايه؟ تقول لنا ان الدولة مركزة على ثلاث حاجات دلوقتي: التصنيع، الانتاج، والزراعة. مفيش قولا واحدا، التلات حاجات دول هم الأولوية. شوف رئيس الحكومة بيتحرك فين، هتلاقيه بيتحرك في مصانع، بيتحرك في مجمعات صناعية. شوف رئيس الحكومة بيروح فين كل يوم الصبح كده، جدول أعماله والأجندة بتاعته إيه، هتلاقيه بيتنقل ما بين المصانع المختلفة والاستثمارات المختلفة اللي هي إيه فيها عجلة انتاج. ده الأولوية وده التوجه وده أهم حاجة شغالة عليها الدولة النهاردة. الحاجات اللي كان بتفقدها النهاردة دي في بني سويف، ولازم حضراتكم برضو تبقوا يعني فاكرين كده معايا ان احنا اشتغلنا على المجمعات الصناعية بشكل قوي جدا على مدار الكام سنة اللي فاتوا. التصريحات بقى المهمة واللي أنا عايزة أقف عندها وأقول لكم خلاصتها، خلاصة الجولة اللي قام بيها الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة وقال إيه؟ اولا احنا كنا على مدار الكام شهر اللي فاتوا بنسمع ان الدوله بتستهدف 100 مليار دولار صادرات من يعني القطاعات المختلفه او المجالات المختلفه والسلع المختلفه. النهارده الدكتور مصطفى مدبولي بيقول لك الدوله بتستهدف بحلول سنه 2030 انها توصل لصادرات 145 مليار دولار، من 100 مليار دولار ل 145 مليار دولار. الارتفاع ده حصل ليه؟ بسبب حاجة بسيطة جدا، الانتقائية في الطرح. بمعنى احنا ركزنا او كدولة، يعني لما بقول احنا دايما بحاول انقل وبسط التصريحات والتوجه بتاع الدولة، الدولة ركزت على بعض القطاعات اللي هي ممكن تعمل فيها طفرة. زي ايه؟ وده على فكرة مش كلامي، يعني احنا حتى برنامج الخلاصة كان بيتنقل بين عدد من المصانع، بيتكلم مع عدد من المسؤولين من الخبراء الاقتصاديين، رحنا احنا بنفسنا المناطق الصناعية الموجودة في العاشر من رمضان. الناس كلها بتقولك ان احنا كمصريين كدولة مصرية بقدراتنا بنقاط القوة اللي عندنا نقدر نشتغل في الثلاث اتجاهات نعمل فيهم طفرة، وهم اللي يرفعوا ويضعفوا معدلات التصدير. ايه هي الاتجاهات دي او ايه المجالات دي؟ الأقمشة والمنسوجات عندنا فيها نقطة قوة مهمة جدا. الحاجة التانية هي الأجهزة الكهربائية، نقدر برضو نعمل فيها
طفره مهمه، والحاجه الثالثه هي المواد البتروكيماويه. التلات مجالات دول لو اشتغلنا عليهم بشكل انتقائي، يعني مش لازم تصنع كل حاجه مره واحده، لكن ممكن تشتغل على قطاع من القطاعات دي فتقدر تعمل طفره، تلاقي نفسك مش بس بتستهدف ال 100 مليار دولار صادرات، تلاقي نفسك رايح لل 145 مليار دولار زي ما كان بيتكلم النهارده الدكتور مصطفى مدبولي. طيب الحاجه الثانيه اللي قالها برضو التصريحات المهمه، قال ان مصر بتستهدف انها تكون مركز اقليمي لتصنيع الاجهزه الكهربائيه والأجهزة المنزلية في الفترة اللي جاية من خلال جذب كبرى الشركات العالمية. ده قطاع واعد شغالة عليه الدولة. القطاع الثالث اللي احنا نقدر نحقق فيه نجاحات أكبر من كده بكتير هو قطاع السياحة. والدكتور مصطفى مدبولي قال اللي احنا دايما بنقوله، يعني بدون تخصص بدون علم بدون معرفة محددة، احنا كلنا كمصريين شايفين ان احنا نستاهل ونقدر، وعندنا احنا عايمين على بحر من الاثار، عندنا مناظر وعندنا طبيعة وعندنا اثار وعندنا حاجات مش موجودة في اي حتة في الدنيا، نقدر يكون بيزورنا 50 و60 مليون سايح في السنة، وده اللي الدولة النهاردة بتقول انها بتستهدفه او مركزة عليه. مجمل التصريحات ومجمل الزيارة بتقول انه تفاؤل، او بتدينا عنوان كده عريض نقدر نحطه تفاؤل. الدكتور مصطفى مدبولي قال لك الفتره اللي جايه كلها خير، وانا الكلام ده بيعجبني الحقيقه، خصوصا اذا ترافق مع عمل. يعني الكلام اللي فيه تفاؤل دوت مش تفاؤل كذاب او مش تفاؤل مبني على احلام ورديه، لا، مبني على ارقام معينه، مبني على مجهودات مبني على خطه واضحه. الكلام ده حلو، طالما في خطه في تفاؤل، طالما في عمل هيكون في انتاج، طالما في اجتهاد وتركيز ورؤية أكيد هيكون في أمل. رؤيتنا إيه؟ رؤيتنا التصنيع. رؤيتنا إيه؟ رؤيتنا المزيد من الإنتاج. إيه هي الرؤية مرة تانية؟ مضاعفة الصادرات المصرية وتحريك الاقتصاد من الاعتماد إلى الإنتاج والتصدير. كلام زي الفل، وإن شاء الله يؤتي ثماره على أرض الواقع أكتر كمان وأكتر. دي أول خلاصة. الخلاصة الثانية الحقيقة وهي مرتبطة بنفس الموضوع، موضوع الأجهزة بقى الكهربائية. احنا الفترة اللي فاتت بدأنا نشوف قد ايه أسعار السلع بدأت تنزل، بعضها مش كلها الأمانة، لكن الحاجة اللي لاحظنا فيها التراجع هو الأجهزة الكهربائية. سوق الأجهزة الكهربائية بدأ يختلف وبدأ يتغير، ونسبة التراجع في الأسعار من 25 لـ30%. ايه اللي حصل وأسباب التراجع ده ايه؟ حاجات كتير مختلفة ومتنوعة، لكن النهاردة كمان لازم أقول لكم أنه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طول الوقت شغال على مراجعة الأسواق. إيه اللي قالوه النهاردة؟ خرجوا بيان الحقيقة مهم ويستاهل أن احنا نقف قدامه. البيان ده بيقول إيه؟ بيقول أنه في مخالفة بتعملها 8 شركات منتجة وموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية. الثمان شركات دول بيقعدوا مع بعض فاتحينها مصطبة، بيتفقوا مع بعض الأسعار تبقى إيه، وبيسستموا السوق أو بيفرضوا الأسعار دي على السوق بالشكل ده. يقعدوا كده مع بعض كبارات المجال دوت أو كبارات الأجهزة الكهربائية في مصر، يقعدوا الغسالات تبقى بكذا، البوتاجازات تبقى بكذا، التلفزيونات الكام بوصة يبقى بكام، وده يبقى بكذا وكذا وكذا، ويحددوا مع بعض احتكار، ويتفقوا ان هم الثمانية هيبيعوا بالاسعار دي. فيجي بقى انا وحضرتك وكل مواطن عادي نازل يشتري، مش لاقي منافسة، مش لاقي سعر باكس وسعر تاني بواي وسعر عالي وسعر قليل، هو مش لاقي، هو لاقي كله بسعر غالي، ولاقي كله بالاسعار اللي متحددة مسبقا من التجار اللي بيحتكروا السوق دول. طب فين المنافسة؟ طب فين العرض والطلب اللي في السوق؟ طب فين حضرتك بتبيع لي سلعة بالسعر ده وانا ليا ان انا اقبل او ارفض واروح مكان تاني الاقي سعر تاني، وانا حر، انت حر وانا حر، انت تكلفتك كده وانا قدرتي المادية كمواطن غير كده. مفيش بقى الكلام ده، هو عامل لك الزام انه السعر لازم يكون في الحدود دي، فانت مضطر تشتري. ما الناس بتل ولا تاكل ولا تشرب ولا تبطل تستخدم بوتاجاز ولا تبطل تغسل هدومها في الغساله، محدش هيبطل، فانت مضطر، والمضطر بقى يركب الصعب زي ما بيقولوا. جهاز حمايه المنافسه ومنع الاحتكار عمل بقى ايه؟ رصد للثمان شركات دول وجابهم والزمهم بوقف المخالفات دي، والزمهم بان هم يتوقفوا عن فكره الاتفاق الراسي على تحديد حد ادنى او ثابت لسعر اعاده البيع
للمستهلك. هم بيقولوا تجاوبنا وبيقولوا هنلتزم، الله أعلم بقى هيلتزم ولا هنتابع، لكن دي خطوة كويسة في حد ذاتها. تعالوا بقى نشوف التقرير اللي أعدته كاميرا الخلاصة أو نزلت ورصدته كاميرا الخلاصة، وشفنا هل حصل فعلا انخفاض في أسعار الأجهزة الكهربائية ولا في الأسواق اللي فيها أجهزة بشكل معروف للناس. نشوف معاكم في التقرير. والله هو في انخفاض بس يعني لسه في بدايته، يعني لسه هيسمع قريب ماشي. وبالنسبه برضو للقطع الغيار، عندنا اصلا عندي مركز صيانه اجهزه الكترونيه، قطع الغيار برضو هتنخفض الى حد ما، فدي حاجه مبشره ان برضو الدولار ابتدى يسمع في شعبه الاجهزه والكلام ده كله، في تقريبا في حدود 20%، ولسه في شركات برضو هتبتدي تعمل عروض تاني، وربنا يسهل. الله المستعان. الاسعار حاليا فيها نوع من انواع الاستقرار مع نزول السعر في الفتره اللي فاتت، ودي حاجة شيء كويس وشيء جيد وشيء صحي بالنسبة للسوق. حضرتك احنا النهاردة في خصومات وصلت حتى 30%. ال 30% دي مش على كل المنتجات، في منتجات نزلت حوالي 10، في منتجات نزلت 15، في 20، في وصل لل 30، ونأمل في المزيد إن شاء الله في الفترة اللي جاية. هو اللي نزل بشكل ملحوظ التلاجة والغسالة والبوتاجاز، لأن دول كانوا ارتفعوا بطريقة عشوائية غير طبيعية، وطبعا الرفايع بتاعتنا نزلت ال 30 وال 35 كمان، الرفايع اللي هي المكنسة والحاجات الرفايع اللي هي الكيتشن ماشين والحاجات اللي هي احنا بنسمي دي الرفايع، اللي هي الحاجات الصغيرة والميكروويف والفرن والغلاية، كل دي تحت بند الرفايع. إنما التلاجة والغسالة والحاجات دي بالفعل نزلت 20 و25%، وده رقم مش قليل. فعلا الأسعار فعلا اتغيرت خالص عن الأول خالص، كان الأول الأسعار مهولة، لكن فعلا نزلت، وياريت تنزل أكتر من كده عشان برضو إيه الدنيا تمشي والبلد تمشي والناس اللي يشتري واللي عايز يجهز بنته اللي عايز يجهز أخته بس، فربنا يكرم يا رب والدنيا تبقى أحسن، البلد تروح في خير كده وتبقى ماشية جميل. أنا كنت هنا الأسبوع اللي فات، ديت، ولقيت يعني الأسعار، كنت نازلة أشتري وكده أسأل على الأجهزة، لقيتها نزلت كتير يعني الحمد لله، نزلت وأسعار يعني حلوة كتير. أجهزة أسعارها نزلت شوية، فيا رب نتمنى من الله فعلا أن جميع الأجهزة أسعارها تنزل، عشان أنا فعلا بجهز ابني، فربنا يسهل. لاحظت فعلا، يعني أنا آخر مرة كنت سائل على حاجة هنا في نفس المكان كانت عاملة حوالي 23 وكسور، دلوقتي عاملة 19 وكسور، فبنتكلم في نسبة حوالي 20%، ودي حاجة مريحة شوية، ونتمنى الأسعار تنزل أكتر من كده يعني، وتعود سنتين كمان لورا. طبعا ملحوظة أن في جزء من الأسعار نزلت بالنسبة للأجهزة الكهربائية، طبعا في شركات كتير عاملة عروض، العروض دي بتدي تقسيط مع بنوك، ودي بتسهل على العملاء بحيث أن هو يقدر على 12 شهر مثلا بدون فوائد، بس مطلوب اسعار تنزل اكتر من كده. ايوه لقيت هنا في عروض، فنزلت جبت حاجات ليا وحاجات لاخواتي عشان يتجهزوا كده داخلين على جواز. التحرك بتقوم بيه الدولة له انعكاس على الأسواق، اللي احنا شفناه في التقرير من انخفاض أسعار بعض السلع الكهربائية بنسبة 20-25-30 في بعض السلع، وإن كنا نتمنى ما هو أكثر والناس بتتمنى أن الأسعار ترجع سنين للوراء، لأنه الارتفاعات كانت بصراحة كبيرة جدا وضخمة جدا، فنتمنى أنها كمان تنزل عن كده بكتير. لكن سبب الانخفاض ده إيه؟ سبب الانخفاض أن احنا خطوات بسيطة اتعملت، أو زي ما بنقول كده 1+1=2، الحاجات أسعارها نزلت عشان الدولة وفرت الدولار، وفرت العملة الصعبة اللي بيها بيستورد الشركات والموردين والتجار التجزئة والجملة وكل بيستوردوا بالعملة الصعبة، أول ما توفرت العملة الصعبة واستقر سعر الصرف على طول السوق اتظبط شوية. أول ما بقى سهل أنك تستورد مستلزمات الإنتاج وتستورد السلع بأي شكل، سواء كانت نهائية أو سلع مواد خام أو على طول السوق اتظبط، أو على طول الأسعار هي كمان بتستقر. فالمعادلة بسيطة، 1+1=2، نتمنى بقى الأسعار تنخفض كمان أكتر من كده بسبب الإجراءات اللي بتتعمل طول الوقت. عايز أخدكم على خلاصة أخرى، وهي متعلقة بالاقتصاد برضو لكن من جانب آخر ومشبكة مع السياسة
بشكل كبير، ما فيش أي حد النهاردة غافل عنه أو مش مستوعب حجم التحدي اللي قائم على حدودنا الشرقية بسبب الوضع في قطاع غزة وبسبب الحرب على قطاع غزة وبسبب التصعيد الإسرائيلي وبسبب المجازر والانتهاكات اللي بتقوم بها إسرائيل. لكن في وجه آخر من أوجه التأثر دوت أو تداعيات يمكن ما نكونش مستوعبينها أو خطر على بالنا بشكل كبير، مين بقى مركز في الكلام ده وبيعمل تقارير وبيعمل متابعات؟ الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية والأممية بشكل عام. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمل دراسة، الدراسة دي عن تأثير حرب غزة على اقتصاد مصر. إيه في الدراسة دي أو إيه تفاصيلها؟ بيقولك مصر هتتأثر بشكل كبير جدا، محتمل إن احنا نخسر حوالي 20 مليار دولار بسبب حرب غزة. طب ليه يا عم؟ ما احنا يعني الحرب مش عندنا، احنا متأثرين على الحدود، احنا متعاطفين ومتضامنين ويعني متدمرين بسبب اللي بيحصل، تمام، لكن ليه 20 مليار والضرب اصلا جوه قطاع غزة؟ ما هو بقى في حاجات تانية خيوط نجمعها مع بعض. اولا حركة الملاحة في البحر الاحمر والسياحة تأثرت بشكل كبير جدا، اجمالي الانخفاض في ايرادات السياحة وفي قناة السويس في مصر على مدار السنتين اللي فاتوا برضو بسبب حاجات ملهاش علاقة بينا احنا داخليا، اجمالي الخسائر وصمة ابدا، واكيد عواقبها وتداعياتها صعبة جدا 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 على علاقتها بالدول الغربية وبامريكا وباوروبا وبالاتحاد الاوروبي. ازاي هيقدروا يدافعوا عن النوع ده من السلوكيات او النوع ده من التصرفات؟ اتصور صعب جدا. ده يعني مشهد توقفنا عنده وخلاصة توقفنا عندها. خلاصة تانية بقى لعشاء الرياضة وكلنا احنا كمصريين يعني نلف نلف ونرجع ملناش غير الكورة، وخصوصا بقى لو الاهلي اللي بيلعب، وخصوصا كمان لو نهائي دوري ابطال افريقيا في لقاء السحاب زي ما بيقولوا. الاهلي النهاردة الساعة 10 بالليل هيلعب مع الترجي التونسي، ده ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، ماتش طبعا مصيري بالنسبة للنادي الاهلي قدام الترجي التونسي. نهائي دوري ابطال افريقيا الهدف او اللي حاطين عينينا عليه هو التتويج باللقب ال 12 في تاريخ القلعة الحمراء. لقاء بقى الاياب هيكون يوم السبت يوم 25 مايو على استاد القاهرة الدولي على ارضنا. ايه اللي هيحصل النهاردة وايه السيناريوهات؟ معنا الكابتن احمد عبد الفتاح لاعب الاهلي السابق. كابتن مساء الخير واهلا وسهلا بيك في الخلاصة. النور، زي حضرتك، مبسوط طبعا موجود معاك يا برنامج. انا اسعد، نورتنا، وعايز اسمع رايك بقى وتحليلك للماتش النهارده، ماتش مهم جدا. بص طبعا مباراه صعبه جدا جدا، مع ان كل جمهور النادي الاهلي جاله حاله من التفاؤل لما جه في طريقنا الترجي وبعدنا عن صن داون. كانت كل الاقاويل وكل الناس وكل الاراء وكل المحللين كان كله بيفكر بمباراة نهاية وبين النادي الاهلي وبين صن داونز. الترجي قدر يعمل حاجه مفاجاه كبيره جدا ويكسب صن داونز في الدور قبل النهائي في مباراه الذهاب ومباراه العوده، وده انجاز كبير جدا جدا لان صن داونز من اقوى الفرق الافريقيه. انك انت تكسب صن داونز في ملعبك وخارج ملعبك دي حاجه كبيره جدا. خلت ان جماهير النادي الاهلي جالها بعض القلق طبعا، لكن احنا عندنا يعني بقالنا فتره الحمد لله نتائجنا الايجابيه مع الترجي، واحنا يعتبر احنا ايه حاله من التفاؤل بالنسبه للناس كلها. مباراه الاهلي والترجي هناك في رادس او في استاد القاهره النادي الاهلي بيعرف يكسب، لكن طبعا دي مباراه نهائيه ملهاش اي مقاييس. لعيبه النادي الاهلي خلال البطوله زي اللي عمل لجماهير النادي الاهلي وكل محبي التورته وكل الجمهور بقى دلوقتي مستني يحط فيها الشمع ويحتفل بالبطوله، هي دي اللي مستنيين، الجمهور كله مستني طبعا الشمع ومستني يحتفل بالبطوله اللي هو محببه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، محببه لمجلس اداره النادي الاهلي، محببه لكل محبي النادي الاهلي. صح، ليها قيمه كده معنويه معينه. طب اكيد اكيد. الماتشات اللي من النوع ده بقى في تونس ايه الاجواء بتبقى عامله ازاي؟ حاله الشحن برضو المعنوي، الاجواء، الكواليس، الجمهور، الشكل بترصده ازاي؟ بص المباراه النهائيه بالذات بتبقى مباراه صعبه جدا، في كل المدير الفني هنا والمدير الفني هنا بيبقى عنده حذر كامل انه ما يخسرش على ملعبه وما يجيش فيه هدف على ملعبه، فهتلاقي المباراه مخنوقه من اول، احنا بلغه لعيبه الكوره مخنوقه. يعني ايه مخنوقه؟ يعني كل 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 لعيبه قلقانه ان يجي فيها هدف، بالذات لعيبه الترجي على ملعبهم مش عايزين يخش فيهم هدف، عايزين يكسبوا حتى النتيجه 1-0، لكن احنا بنتمنى ان النادي الاهلي يحرز هدف هناك
وده اللي طمنا مع فريق نادي الزمالك لما احرز هدف هناك. مع الخساره برضو جماهير الزمالك مطمئنه النهارده الماتش بعد بكره لان احرز هدف هناك. لكن المباراه اللي زي دي من وجهه نظر المحللين من وجهه نظر كل الناس اللي بيتفرجوا على كوره بتخلص بكره ثابته، يعني من فاول من كورنر. حتى لو افتكرنا النهائي اللي فات النادي الاهلي كان بيلعب الوداد وقدر النادي الاهلي يحرز هدف هناك بضربه ركنيه اللي هي المحببه للاعيبه النادي الاهلي ركنيه من معلول محمد عبد المنعم قدر يجيب جول. فالماتشات اللي زي دي بتخلص بكره ثابته لان كل المباراه فيها حذر قوي جدا من المدير الفني والمدير الفني ده، وان شاء الله يكون التوفيق من حليفنا لان بين برضه ممكن تكون كل اللعيبه عامله اللي عليها بس ما فيش توفيق. صح صح. اتمنى ان شاء الله التوفيق يكون لحليفنا النهارده ونعمل نتيجه كبيره باذن الله. طب ايه رايك يا كابتن في طقم التحكيم؟ احنا الحكم مصطفى غربال الجزائري، رايك ايه في طقم التحكيم؟ بصي، هو اللي دلوقتي الموضوع ان محطوط عليه سبوت جامد جدا الحكم في المباريات اللي زي دي، وما يختار حكم لنهائي افريقيا ده بيختاروا احسن حكام خلال الفترات اللي فاتت على الفراز كمان معاه كمان دلوقتي ما فيش مشكله من الحكام، بس مع الفار دلوقتي بقى بيحل مشكله كبيره جدا للحكام. كل لعبه بقت ملعوبه باينه، كل لعبه ملعوبه فيها شك بيتفرجوا عليها مره واثنين وثلاثه. انا شايف ان الموضوع بقى سهل غير زمان، حكم يبقى الملعب ياخد قرار في لحظه. دلوقتي الحكم في ناس اتفرجوا على المشاهد فوق، لو في اي حاجه عفوا عدت عليه بيبعتوا له يتصلوا يقولوا له في السماعه لا في مشكله كذا، في لعيب ضرب كذا، في ضربه جزاء كذا. فدي بالنسبه لهم الموضوع بقى اسهل من الاول، بس برضه نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق لان في بعض الالعاب برضه في ظل وجود الفار برضه في العاب لحتى ان واحد بيتفرج مش عارفين ناخد فيها قرار. حتى صح. البار لما بيقعد يتفرج عليها تقعد دقيقتين وثلاثه واربعه ومحدش عارف ياخد فيها قرار. مره واثنين وثلاثه ومش واضح. بالظبط، الكوره بقت صعبه جدا، الكوره بقت سريعه جدا. لكن نتمنى ان شاء الله التوفيق لطاقم التحكيم هناك ان شاء الله، لان برضو الموضوع غير الاول. افريقيا كانت الاول صعبه جدا في موضوع الحكام، لكن دلوقتي انا شايف ان الاخطاء قليله جدا جدا. نتمنى ان شاء الله تكون، على فكره كمان بيبقى ساعات التوفيق ان يكون معاك حكم كويس. اتمنى ان شاء الله يكون معانا التوفيق، يكون معانا حكم كويس يا رب ويعملوا كل اللي عليهم، ولاعيبتنا برضو رجاله ويرجعوا ان شاء الله طبعا منصورين. طبعا الاهلي معودينا طبعا على نهائي البطوله، بقى لنا خمس مواسم ورا بعض اهو نلعب نهائي البطوله. السنه اللي فاتت واخدين البطوله، يعني ارقام كبيره جدا عاملها النادي الاهلي عاملها لعبته. عايزين ان شاء الله يفرحونا ونروحوا كاس العالم للانديه السنه دي واحنا ابطال ان شاء الله. يا رب باذن الله. كابتن احمد عبد الفتاح لاعب الاهلي السابق، بشكرك وسعيده بوجودك معنا في الخلاصه وقراءتك. خلينا نطلع مع حضراتكم لفاصل ونرجع بقى خلاصه السوشيال ميديا وخلاصه الصحافه العالميه والاجنبيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية في الخلاصه وخلاصه السوشيال ميديا. فيديو عمل تفاعل كبير جدا على معظم البلاتفورمز او معظم المنصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بقى التيك توك. مهما قعدت اتكلم حضراتكم عن العلاقات الوطيده والمستمره لعشرات السنين ما بين مصر وفلسطين وقد ايه احنا شعب واحد، كل الكلام ده يبقى بيانات رسمية أو يبقى تصريحات رسمية. تيجي بقى مواقف كده بتحصل في الشارع، مواقف غير مخططة، مواقف لأشخاص عاديين بسطاء مصريين ولا شخصيات مسؤولة ولا وزراء ولا رؤساء ولا زعماء. تيجي مواقف كده صغيرة تكشف اللي في القلب أو تبين احنا ايه في قلوبنا تجاه بعض. من المواقف دي الموقف اللي أنا عايزاكم تشوفوه دلوقتي واللي اتصور كده بشكل بالصدفة أو بشكل عشوائي لسواق مصري جدع كده، راجل جدع وشهم، حاول يدعم سكان القطاع المحاصر على طريقته الخاصة. تعالوا نشوف الفيديو. يلا ربنا معاك يا بحكي ماهو. لا ما تنساش السيارة. بحلف بالله وانا بحلف بامي، بحلف بالله. يلا بالله عليك، بحلف بالله. لا والله، يلا توكل على الله. يلا يا اخو شغلك هذا، شغلك يا لا 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 والله ما ينفع. انا بحلف بالله والله، والله ما ينفع يا راجل. بحلف بالله. لا والله ينفع. يلا يلا سلمي على الحق. يلا الله يبارك فيك. الله جاب لك ابو سخانات. بحلف بالله. لو الصوت مش واضح شويه هشرح لحضراتكم. يعني هو سواق ميكروباص او سواق اجره، سواق تاكسي، ما رضيش ياخد الاجره من راكب فلسطيني كان معاه في العربيه، وصمم وراسه والف سيف، والله ما انا واخد منك حاجه. والراجل الراكب بيقول له لا ده شغلك وده حقك وانا لازم ادي لك الاجره يا سيدي الف شكر، يقول له لا والله ابدا والله ما يحصل. موقف بسيط وصغير بس بيبين قد ايه المشاعر الحب الحقيقيه اللي جوه المصريين
تجاه اخواتهم الفلسطينيين، وقد ايه احنا عايزين نعمل اي حاجه، اي حاجه يعني، اي حاجه ولو صغيره، كل قادر يعمل حاجه بيعملها حتى لو صغيره، سواء تاكسي بدل ما ياخد الاجره من الفلسطيني قال له لا. شفنا لو تفتكروا معايا التاجر بتاع البرتقان اللي كان معاه برتقان كتير وبدا يحدف على العربيات اللي رايحه قطاع غزه شاحنات المساعدات علها تصل الى احد المحتاجين، كلها تصرفات عفويه وبسيطه جدا، لكن تقول لك هو ايه اللي في القلب. وطبعا بقى التعليقات ما اقولكمش على الفيديو دوت، الناس بقى بدات تتكلم وتحكي، بتقول كل واحد بقى بيحكي موقف تاني حصل معايا، يعني زي ده مثلا احد المتابعين او احد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الحساب بيقول لك اقسم بالله الموقف ده حصل معايا قبل كده بالظبط، برضو سواق وصل الراكبه دي من معرفش رمسيس لجسر السويس ومرضاش ياخد جنيه واخد كمان الرقم عشان يطمن عليا. يسلم الشعب المصري. حد تاني بيقول لك مفيش مصري ما بيعشقش تراب فلسطين، وسيبك من اي كلام تاني خالص، هو ده الوعي الحقيقي والناس عارفة. دي بقى متابعة سودانية يعني بره قصة فلسطين، بس بتحكي بتقول انه كذا مرة حصل لها الموقف دوت، وانا احلف وهو يحلف، وفي الاخر قال ما تحرمينيش من الاجر، ودي ابسط حاجة، والشعب المصري احن شعب. الحاجات دي بتفرحني لانها بتعبر فعلا عن معدننا وعن اصلنا، غير بقى الكلام المفتعل وغير الكلام المتفبرك وغير الكلام الموجه اللي احنا بنشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي، هو ده بالظبط حقيقة الشعب المصري. أخدكم على ترند تاني أو قصة تانية. أنتوا عارفين العالم الزلازل الهولندي، الراجل اللي دايما يثير الجدل، أهو رجع لنا مرة تانية. رجع وقال إيه بقى؟ اتكلم المرة دي عن الأهرامات المصرية، ونشر صورة الأهرامات الجيزة وأبو الهول، وقال عليها أنه هندسة أهرامات الجيزة لما يتم بحثها بشكل صحيح بتحمل أدلة على معرفة متقدمة جدا وفقا لفهم العصر الحديث لا يمكن أن تكون موجودة في ذلك الزمن البعيد. يعني الناس دي عندها تكنولوجيا وعندها علم وقدرة مستحيل كانت تكون موجودة في الوقت دوت وفي العصر ده. وقال إن احنا عندنا حاجات كتير نكتشفها حوالين التاريخ الحقيقي لهذا الكوكب، وانه ربما يعني في يوم من الايام هعمل فيديو اشرح فيه بعض من هذه الهندسه. ناس بقى علقت، ناس قالت لك المصريين القدماء كانوا بيستخدموا علوم تانية. حد قال له طبعا بالفكاهه المصريه المعتاده، يا عم سيبنا في حالنا مش ناقصينك. حاجات بقى من هذا القبيل، وبالنهايه احسن تغريد واحسن تعليق يعني اللهم احفظ مصر يا رب العالمين. طيب حاجة تانية برضو على السوشيال ميديا عملت انتشار كبير جدا، طبعا كل سنة والزعيم الفنان المصري والعربي يعني المهم جدا عادل إمام بخير وبصحة وبسلامة، امبارح كان عيد ميلاده، نشرت الفنانة ليلى علوي صورة احتفالا بعيد ميلاد الزعيم مع تمثال شمع له. الناس بقى علقت كتير، في ناس انبسطت وقالت لك هو يعني قيمة كبيرة وقيمة فنية وكل سنة وهو طيب، لكن في بعض الناس توقفت عند شكل التمثال. لو نشوف الصورة قريبة شوية، قال لك شكل التمثال ملوش علاقة بعد الإمام أو شكله مبوظ يعني شكل الفنان والزعيم والفنان الكبير ربنا يديله الصحة العبقري عاد الإمام. فالناس وقفت عند شكل التمثال الشمع ده وعلقوا بقى كتير جدا وقلب الموضوع السوشيال ميديا. نروح برضو لحاجة تانية، الممثل الكندي المصري واحد من الناس المشرفين بالنسبة لنا في العالم هو مينا مسعود، بقى حديث السوشيال ميديا بعد ما خطب ممثلة هندية، والصورة بقى صورة الخطوبة بتاعتهم وصورتهم مع بعض الناس كلها بتتكلم عنها، مصري وصل لهوليوود وبيمثل برا وخطب هندية. التوليفة اللي حصلت في الثقافات دي ناس استغربتها وناس أثنت عليها وقالت لك إنه المصريين شبه الهنود في حاجات كتير خصوصا في عادات الزواج، بس بشكل عام يعني الصورة عجبت ناس كتير جدا. صورة تانية برضو ناس علقت عليها على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعني ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد عبد الرحمن بقى نشر صورة ليه مع والده الفنان الكبير اللي كلنا بنعشقه وبنحبه، وقال أنا مع بابا أيام الشقاوة. محدش ينسى الحاج، كان حاج سردينة باين صح كده، فلن أعيش في جلباب أبي، الدور التاريخي. وطبعا في أدوار كتير جدا تانية
للفنان العظيم والكبير يعني، لكن ده واحد من الأدوار اللي الناس بتحبها قوي وبتفتكرها، وبرضه هو جزء كده أصيل من الشخصية المصرية. فأول ما اتحطت الصورة واتنشرت على السوشيال ميديا يابا قلبت الدنيا والناس اتكلمت عنها كتير جدا. دي خلاصة السوشيال ميديا. أروح معاكم ليه خلاصة الصحافة كده سريعا. أول حاجة هنقف عندها هي The Guardian، واللي بتتكلم عن الانتهاكات الإسرائيلية للأسير الفلسطيني مروان البرغوثي اللي بتوصل لحد التعذيب. طبعا في المقال أو في التقرير سرد وشرح الوقائع كتير، ومشهد الحقيقة صعب جدا من أول الأحداث في 7 أكتوبر، واحنا اللي احنا شايفينه هو ده قمة جبل الجليد زي ما بيقولوا، الضرب في غزة في القطاع بأنحائه المختلفة، كل ده كوم، واللي بيحصل بقى داخل السجون الإسرائيلية كوم تاني. عندهم كارثة كده اسمها الاعتقال الإداري. الاعتقال الإداري ده يعني أي جندي إسرائيلي يقدر يعتقل واحد فلسطيني ماشي في الشارع بدون تهمة، شكله مش عاجبه، مش مرتاح له، مشتبه فيه في حاجة ما، ويتحبس ويتحبس لسنوات من غير تهمة، من غير تهمة حقيقية. طبعا مسألة صعبة، وتحت الغطاء ده تم اعتقال آلاف وعشرات الآلاف من الفلسطينيين تحديدا بعد يوم 7 أكتوبر بعد الطوفان الأقصى، وبدأت تحصل ممارسات داخل السجون الإسرائيلية يندي لها جبين الإنسانية. وتحديدا بقى بيتكلموا في التقرير دوت عن مروان البرغوثي، هو واحد من الشخصيات الفلسطينية اللي ليها شعبية كبيرة جدا رغم الأسر، حتى يقال انه لو حصل اي انتخابات في فلسطين هيكون هو الفائز او يعني يحظى بمكانة متقدمة رغم أسره. وبيقول لك بقى التقرير يعني ده اللي بيحصل مع مروان البرغوثي، هو شخصية شهيرة وهاي بروفايل زي ما بيقولوا، ما بالك بقى بالفلسطينيين العاديين والشباب والأطفال والناس اللي ما عندهمش حد يسأل عليهم. فده تقرير للجارديان بيرصد الحقيقة انتهاكات كبيرة جدا داخل السجون الإسرائيلية. الاندبندنت بتتكلم عن القتال العنيف في شمال غزة مع تدفق المساعدات من الرصيف اللي بنته أمريكا، يعني رصيف للمساعدات اهو عملنا اللي علينا باليمين، وبالشمال ضرب عنيف جدا 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 في شمال غزة بيقضي على الناس وبياخد الأرواح. فأي مساعدات بقى وتوصل لمين؟ يعني واضح ان احنا هنوصل لمرحلة ان المساعدات ممكن توصل لكن مش هتلاقي حد توصل له. النيويورك تايمز بتتكلم عن قد ايه ان المشهد اللي بيحصل في رفح دوت هو مش في مصلحة اسرائيل، وده الحقيقة ما قال لنيكولاس كريستوف برضو واحد من الكتاب المرموقين، واللي احنا دايما حريصين في الخلاصة على رصد ابرز مقالات الرأي للكتاب الأمريكان والبريطانيين في الصحف الكبيرة عشان نعرف الاتجاهات الرأي العام بتروح لأنهي نقطة. في المقال ده أو في التحليل ده بيقولك اللي إسرائيل بتعمله مش في مصلحتها، وبيؤدي إلى عزلة تعاني منها إسرائيل اليوم في العالم كله، وبيخلي موقف أمريكا أو البيت الأبيض أصعب وأصعب كل يوم، ومش قادرة أمريكا تبرر المساعدة أو الدعم اللي بتعملهم لإسرائيل في وسط العمايل الصعبة دي. الفورين بوليسي كمان اتكلمت عن انقسام أم تمزق، ده العنوان، ما الذي تفعله الحرب في غزة بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، تحديدا نفس النقطة. بيقولك برضو ممارسات إسرائيل مخلية علاقتها بأمريكا في نقطة صعبة جدا جدا جدا. وده برضو قريب نوعا ما من مقال الخبير الاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج في صحيفة المصري اليوم تحت عنوان المأزق الذي وقعت فيه إسرائيل. إسرائيل النهاردة وقع في ورطة، إزاي تقدر تكمل الضرب في قطاع غزة بدون ما يكون عندها أهداف استراتيجية، بدون ما يكون عندها خطة للنجاح، من غير ما تقدر تحقق حاجة على أرض الواقع، وفي نفس الوقت تعاني من العزلة الدولية الشديدة. خلاصة كده الصحافة مع حضراتكم. وعايزة أختم الجزء ده قبل ما نروح للفقرة بتاعتنا بقصة نجاح. ودايما احنا حريصين على رصد النماذج اللي بتدي تفاؤل وبتدينا أمل في اللي جاي وعندها قدرة على تحدي الصعاب. بطل القصة دي هو شاب بينادوه أو بيسموه فلوباتير في اسكندرية. عمل إيه؟ هو خريج كلية التجارة، ما كانش لاقي فرصة عمل في المجال بتاعه،
لكن كان عنده دايما موهبة انه يستخدم الادوات والعدة والفك والتركيب ويفك ويصلح زي شباب كتير الحقيقة. هو قرر انه يستخدم الموهبة دي او القدرة دي وتدرب في ورشة صيانة عربيات وقت الكورونا عند واحد صاحب باباه، وبعدين نجح شوية شوية، طور نفسه شوية بشوية، قدر يشتغل بقى لحسابه ديليفري. انت تكلمه كده لما يكون عندك مشكلة في عربيتك، ياخد بعضه ويروح لك، رزق يحب الخفية زي ما بيقول، ويروح لك لحد عندك يصلح العربية وياخد اللي فيه النصيب ويتحرك. تعالوا نشوف بقى قصة أشهر ميكانيكي ديليفري في اسكندرية. أنا أصلاً خريج تجارة إنجليش لسه السنة دي، بس قعدت أدور على شغل يعني، فما لقيتش شغل يناسب الكواليفيكيشن اللي عندي، فرجعت بقى للمهنة الأساسية أو المهنة اللي أنا بحبها يعني. أنا اشتغلت ميكانيكي ديليفري علشان الفكرة جات لي من كنت بدور على ورشة أفتحها أو كده، وقعدت فترة كبيرة إن أنا أدور على مكان وما توفقتش يعني. ففكرت إن أنا أصحابي أصلاً بييجوا عند الأكاديمية هنا وبعمل لهم الشغل أو الصيانة المطلوبة وهم هنا يعني، فقررت إن أنا ليه ما أعملش كل يعني الفكرة دي لكل الناس. فابتديت اعمل صفحة وابتديت اصحابي يشيروا لي وبتاع لغاية ما اتعرفت بشكل كويس يعني. الناس بتكلمني اغلبيتها على التليفون، بيكلموني انا عطلان عند الحتة الفلانية فبروح لهم، او انا مثلا عندي عايز اصين صيانة الـ30، صيانة الـ20، صيانة الـ50 ايا كان، بس انا ما عنديش وقت اروح للتوكيل، انا ما عنديش وقت اروح للورشة، فانا بتفق معاه على وقت يناسبنا احنا الاثنين فبروح اعمل له الصيانة دي كلها بس عنده في مكانه في الجراج في قدام المحل اللي بيشتغل فيه كده. هو انا نفسي ان احنا الموضوع ده يكبر في كل المحافظات، بس طبعا مش انا اللي هشتغل في كل المحافظات، انا ممكن يعني نعمل ابلكيشن او كده وكل صناعي او كده شبه اوبر وكريم بالظبط، يبقى الصناعي معاه ابلكيشن والكاستمر بيبقى ليه معاه ابلكيشن برضو، وده بيوصل لده في اقرب حته ليه يعني. مثلا انا في ميامي في مركز كذا وكذا وكذا، هقدر اتواصل معاهم مع الصناعي كذا وكذا وكذا، كل ده مكتوب، وطبعا بريتنج وبرنامج تدريبي للصناعي علشان يبقى نتاكد ان هو جدير ان هو يبقى معاه الابلكيشن ده او يعرف يشتغل. انا حابب اقول للشباب يعني ان هو اشتغل بالحاجه اللي انت حاببها، مش بالحاجه اللي انت درستها او بالحاجه اللي انت المفروض تعملها بكليتك، اشتغل الحاجه اللي انت بتحبها ويعني هتتقدم فيها وهتثبت نجاح يعني. رجعنا لحضراتكم مرة تانية في الخلاصة، فقرتنا النهاردة لبحث وفهم ومناقشة وتحليل مقترح اتقدم به الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي. المقترح دوت هو عبارة عن إضافة سنة تأسيسية للجامعات. إيه الهدف من المقترح دوت؟ هل هو قابل للتنفيذ؟ إيه هي آليات تنفيذه؟ ده تحديدا اللي احنا بنسأله النهاردة في الخلاصة، وهنوصل فيه للخلاصة مع ضيفنا الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس. منورنا يا دكتور وأهلا وسهلا. شكرا أستاذ أيمن، كتر خير. إيه رأيك في موضوع السنة التأسيسية دوت، وإيه الهدف من المقترح ده؟ هو طبعا يعني زي ما سيادتك عارفة أن الثانوية العامة على مستوى العالم شرط أساسي لدخول الجامعة وليس شرطا كافيا لدخول الجامعة. يعني الثانوية العامة ما دخلش الجامعة، لابد من حاجة تكملها اللي هي ايه؟ ان الطالب في بحسن. الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي حريص، وطبعا وزارة التعليم العالي في ضوء التطوير والجامعات التكنولوجية والجامعات الاهلية والجامعات الخاصة والجامعات الدولية وهذا الزخم اللي بنعيشه، لابد ان نوعية الطالب اللي بتدخل هذه الجامعات تكون على مستوى يسمح لها بالنجاح والتفاعل مع التعليم الجامعي في قطاع الهندسة أو في قطاع الطب. يبقى معنى ذلك أن أنا بأخذ الطالب اللي حصل على الثانوية العامة وأهله
او ادي له متطلبات تعليم جامعي هندسي او متطلبات تعليم جامعي طبي بحيث ان يتقن المهارات والمعلومات الاساسية واللازمة للقطاع الهندسي او القطاع الطبي فيتفاعل بنجاح وينجح. عشان ما نلاقيش طلبة متفوقة في الثانوية العامة وبعدين في اول سنة طب ساقطين بمعدلات غريبة وساقطين في هندسة انهم من المتفوقين في الثانوية العامة. ده يعتبر يعني ريسك ويعتبر يعني اهدار لطاقة الشباب واهدار للمال العام واهدار لمستقبل الوطن. ان انا بجيب طالب في الثانوية العامة بمتحنه في الكتاب المدرسي واسئلته في الكتاب المدرسي فتكوينه ما يسمحلوش بان يدخل الجامعة. طيب فاذا كمبدأ او كفكرة او فلسفة احنا مش مختلفين مع المقترح مش رافضينه من الجانب الاكاديمي. طيب تنفيذا بقى ده يتنفذ ازاي؟ دي بقى المشكلة. خصوصا ان معظم الطلبة النهاردة حضرتك اكيد استاذنا وعارف بالنسبة لها الثانوية العامة ده بعبع وكابوس وما بتصدق تخلص من السنوات الدراسة عشان تخش بقى الجامعة تبدأ بقى تفكر وتأهل نفسها هنضيف عليهم سنة جديدة بأي آلية. طب ايه رأيك يا أستاذة هبة ان وضع سنة تأسيسية للتعليم الجامعي تخفف من الضغط على الثانوية العامة؟ ما تعتبرش الثانوية العامة هي الباب الرئيسي لدخول الجامعة، لا ده انا باخد 50% من الدرجة للثانوية العامة وباخد 50% من الدرجة لمتطلبات التعليم الجامعي. يبقى يدخل الطالب الجامعة بمعيارين. بس هي تبقى بعد الثانوية العامة مش كده؟ بمعيارين، المعيار الأول نجاحه في الثانوية العامة، المعيار الثاني اللي هو نجاحه في السنة التأسيسية. طب لو نجح في الثانوية العامة وما نجحش في السنة التأسيسية ما يخشش طب وهندسة؟ ما يخش لأنه غير مؤهل. غير مؤهل. هنا ما هنا بقى النقطة الأساسية إن مش ليس كل طالب ناجح ما بيحفظه، وليس ستك عارفة إن قطاع الهندسة وقطاع الطب في الإعدادي بيسقطوا، دليل على إن الثانوية العامة تفوق وهمي ودليل على إن التفوق الوهمي دي مشكلة كبيرة قوي. لا دي حقيقة كلمة التفوق الوهمي. إحنا حكنا على أولياء الأمور جبنا لهم أسئلة كتاب الوزارة والمامز انبسطوا قوي واتحطت الأسئلة من كتاب الوزارة العيال حافظينها الذاكره انه اللي هو ثقافه الايداع وثقافه أيوة التجديد. مش كل من يحفظ النهارده من الجلده للجلده ينفع يبقى دكتور او مهندس او عنده مهاره مثلا الاعلام او عنده مهاره التحليل مخرج التركيب يعني ابداء الراي التفسير التعليل كل دي مهارات عقليه عليا متطلب للتعليم الجامعي. التعليم الجامعي قايم على البحث العلمي، قايم على الراي والراي الاخر، قايم على فكر جديد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا الى بناء انسان جديد للجمهوريه الجديده. الانسان الجديد ده انسان قادر على التفسير والتعليل وابداء الراي واحترام ثقافات الشعوب وقبول الاخر. ليست الثانويه العامه هي التي تؤهل لهذه المهارات، انما الذي يؤهل هو السنه دي. السؤال اللي حضرتك قلتيه الواقع بقى. الواقع هنا اسمح لي اضيف جزئيه للسؤال. يعني احنا المقترح الدكتور ايمن عاشور ان السنه دي تبقى اختياري على ارض الواقع، كيف يمكن تطبيق المقترح ده بشكل اختياري؟ ولو هو اختياري مين هياخده اصلا؟ يعني مين هيضيف على نفسه سنه تعليميه زياده؟ حضرتك بتضحك. طبعا لان انا محدش تخليني ادرس سنه اختياري وادفع فيها رسوم. تخيل كده الاسر المصريه تروح تاخد سنه اختياري بعد سنه. ليه لمصلحه مين؟ لمصلحه انا مصلحتي اخش اولى هندسه اولى طب بدل ما اقعد سنه. لا والامهات والابهات ما بيصدقوا يشحنوا الطلبه على الجامعات شويه هتكلفوا تاني من المصاريف سنه كمان. لا يعني انا اعتقد ان لو احنا حطينا قانون بحيث ان الامتحان الثانويه العامه يبقى امتحان معياري، يعني معنى ذلك ان ما احطش كل املي وكل همي ان والبعبع بتاع الثانويه العامه اقضي عليه بان انا اقول ان 50% من الدرجه لامتحان الثانويه العامه و 50% من الدرجه للسنه التاسيسيه. دي مصلحه اولياء الامور ومصلحه الطلاب ومصلحه الوطن. ليه؟ لان انا باهل الطالب لكليه القطاع الهندسي او باهله لقطاع الطب. وهنا بقى احقق فكر السيد الرئيس بان لابد ان نتجه الى الفكر العلمي والتوجه العلمي مش التوجه الادبي مع احترامي وتقديري. بس هتعمل صدمه كبيره قوي. هتعملي تحول كبير قوي. نفترض انه في طالب جاب درجه الثانويه العامه للكليه او للجامعه اللي هو عايزها 50 من 50 وبعدين ما نجحش في السنه التاسيسيه. ما ينفعش
ما ينفعش تنسيقه ازاي بقى؟ اذا ما انا اقول لحضرتك، ممكن الطالب يبقى شاطر في اللغات الثلاثه عربي وانجليزي وفرنساوي او الماني وياخد فول مارك وبعدين مجموعه يرتفع وهمي وبعدين يخش كليه الطب وهو في الكيمياء والاحياء ضعيف. ما هو حضرتك كمان بتلفت في الهندسه في الرياضيات والطبيعه في القطاع الهندسي ضعيف. بتلفت النظر لحاجه مهمه جدا بقى لنا سنين احنا كلنا حاسينها بس مش عارفين نعالجها ازاي. اولا الطلبه بتدخل كليات غير مناسبه لقدراتها ومؤهلاتها، غير مناسبه لقدراتها ومؤهلاتها، دي حاجه. والحاجه الثانيه مناسبه لمجموعها والحاجه الثانيه بيخشوا كليات غير مناسبه لسوق العمل باعداد غير مناسبه لسوق العمل. هنا بقى محمد امل الموضوع ملخبط. حط دلوقتي من حسن الحظ ومن حسن الطالع، وانا سعيد ان انا عشت عصر الرئيس السيسي الان وهذا التطوير الهائل في التعليم الجامعي. مين كان يتصور ان عندنا جامعات تكنولوجيه وجامعات اهليه وجامعات دوليه وجامعات اجنبيه، كل ده على ارض مصريه، وبتقدم برامج دوليه وبتقدم فكر جديد وهنا بقى بوصلت الجامعات كلها في مصر سواء كانت حكوميه او غير حكوميه، بوصلتها سوق العمل، مهارات سوق العمل المستقبليه. فهنا البرامج اللي موجوده في الجامعات الاهليه بالذات والجامعات التكنولوجيه، ولذلك السيد رئيس دعا الى انشاء جامعات صحيح تكنولوجيه، 17 جامعه تكنولوجيه جديده. عملوا طفره يعني في المجالات التخصصات. انا بتمنى ان القطاع الخاص يدخل ويستوعب بقى ويستوعب. طب انا هقول لحضرتك وكليات الجامعات الاهليه لابد القطاع الخاص نسيبه يدخل. ده كان ارائنا، ده رايي وده راي حضرتك، بس نشوف الناس قالت ايه. برضه احنا نزلنا وصورنا وسألنا الناس رأيهم إيه في السنة التمهيدية. تعال نسمع مش عارفة نشوف الناس قالت إيه. في مقترح وزير التعليم العالي بعمل سنة تأسيسية بعد الثانوية العامة وقبل الالتحاق بالجامعة عشان الطالب يعرف هو هيدرس إيه في الجامعة وهينجح فيها ولا لأ. أنا شايف إن القرار ده كويس، يعني هيساعدنا في السنة دي اللي إحنا بعد ما نخلصها هيبقى عارفين مستقبلنا هيتبني على إيه، وهضمن بعد ما اخلص الكليه هضمن الشغل اللي انا هدخله هيبقى مبني على الكليه بتاعتي وهيسدني قدام. انا بجد ان المقترح ده لابد يدرس بعنايه لسعده اسباب. السبب الاول تكلفه وتكلفه على ولي الامر، ثانيا مشقه على الطالب نفسه، ثالثا ان الطالب قدراته قد لا تمهده لكليه طب او كليه هندسه حسب مجموعه اللي هو بيبقى موجود في الثانويه العامه. حتى الطلبة اللي بيبقوا موجودين في الثانوية العامة ويجيبوا مجموعة عالي بتبقى برضو قدراتهم إلى حد ما محدودة، فعلشان القدرات دي كلها تتباين لابد يكون في امتحانات في قدرات الطالب. ده نبذة كده مختصرة آراء الناس. الأهالي بتفكر على طول في التكلفة والطلب بتفكر في حتة تانية. تعليق بقى سريع من حضرتك قبل ما نختم. الحقيقة طبعا يعني خلينا نتكلم ان مصلحة الوطن ومصلحة الجمهورية الجديدة اللي بندعو اليها ان بنشكل انسان جديد لمجتمع جديد. هذا الانسان لابد، يعني انا بدعو من هذا المنبر ان لابد يبقى دخول الجامعة بمعيارين، معيار الثانوية العامة ومعيار القدرات والمهارات في التخصص القطاع الطبي او القطاع الهندسي. ده يضمن ايه؟ يضمن ان المدخلات اللي داخلة كليات الهندسة او كليات الطب على مستوى يسمح لها بنجاح وبالتفوق. ده يعني دعوة لأولياء الأمور ان هم يتفهموا ويتبصروا هذه القضية، والقضية دي لمصلحة الوطن ومصلحة الطالب ومصلحة سوق العمل. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، اوجزت وكفيت ووفيت في الجزئية دي. والخلاصة فعلا احنا محتاجين ثورة فكرية يعني في المفاهيم فيما يتعلق بالتعليم في مصر. شكرا جزيلا لحضرتك ضيفنا الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، نورتنا. شكرا يا فندم. شكرا. وصلت مع حضرتك وطبعا مع المشاهدين لختام حلقتنا النهاردة من برنامج الخلاصة. بكرة حلقة جديدة وخلاصة جديدة، خلاصة الملفات والمتابعات والقضايا. خليكم دايما معنا، إلى اللقاء.